بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود بن خالد الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن تراجع اللثة بسبب التهاب اللثة الدائمة. وطبعا من ناحية أخرى، فإن الحمل يؤدي إلى حدوث تغيرات هرمونية في جسم المرأة، وهذه التغيرات تؤدي إلى زيادة في التوعية الدموية للثة، وتؤدي إلى تنشيط الجراثيم الموجودة في الفم. في حال وجود التهاب لثة قبل الحمل، فإن الحالة سوف تصبح أكثر سوء، وسوف تعاني المرأة مما يسمى بالتهاب اللثة الحملي، حيث تتضخم اللثة وبين الأسنان وتصبح اللثة حمراء جدا، وغالبا تكون منتبجة ونازفة عند أقل لمسة. وأنا أنصح بمراجعة طبيب الأسنان قبل حدوث الحمل وإزالة الجير الموجود في الأسنان، ويجب إلقاء النظر على أي التهابات موجودة في اللثة، والعناية العناية الفائقة في الفم، الاهتمام بنسبة كبيرة جدا بأي التهابات موجودة في الفم. غالبا راح تتجنب الحامل التعرض إلى أي التهابات من هذا النوع عندما تهتم في اللثة والأسنان قبل الحمل. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.